اهلا بكم طلاب الاعزاء، والنهارده هناخد درس جديد ودرسنا بيتكلم عن مصر والمنظمات الاقليميه والدوليه. ما المقصود بالمنظمه الدوليه؟ منظمه دوليه يعني ايه؟ يعني منظمه بتضم في عضويتها دول العالم المستقله، ترتبط ببعضها بروابط معينه زي الامم المتحده. طيب يعني ايه منظمه اقليميه؟ منظمة إقليمية برضو منظمة بتجمع عدد من الدول المستقلة، بتكون مرتبطة ببعضها زي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الواحة الإفريقية. طيب ليه مصر بترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة مع العديد من الدول؟ إيه هي الدول دي؟ هي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة المؤتمر الإسلامي. تعالوا بينا نتكلم عن كل دولة من الدول دي ونشوف ايه حكايتها. أول حاجة هنتكلم عنها جامعة الدول العربية وفكرة إنشاء الجامعة. دعا رئيس وزراء مصر رئيس وزراء سوريا والكتلة الوطنية اللبنانية للتشاور في القاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية. بعد عدة اجتماعات من 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر عام 1944، تم الاتفاق على تسمية الرابطة جامعة الدول العربية. يعتبر بروتوكول الإسكندرية الذي تضمن مبادئ قيام الجامعة أول وثيقة تخص الجامعة ووضع على أساسها الميثاق. تم إقرار الميثاق بالقاهرة في 19 مارس عام 1945، وتم التوقيع عليه في 22 مارس عام 1945. ومن 7 دول العربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن. تضم جامعة الدول العربية الآن 22 دولة عربية بما فيهم فلسطين. طب إيه هي أهداف الجامعة العربية؟ تنسيق العلاقات بين الدول والأعضاء، تنسيق الخطط السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعاون وحماية الأمن القومي العربي، صيانة استقلال الدول الأعضاء وسيادتها، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. طب تعالوا بنا نتعرف على الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية. بتتكون من مجلس الجامعة واللجنة الدائمة والأمانة العامة. ايه هي مجلس الجامعة؟ مجلس الجامعة هو أعلى سلطة داخل الجامعة وله مهام محددة أقرها الميثاق، بتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء ولكل دولة صوت واحد. اللجنة الدائمة عددها 12 لجنة، وتحول الكثير منها إلى منظمات متخصصة في مختلف المجالات. أما الأمانة العامة فبيعين الأمين العام بموافقة مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين لمدة 5 سنوات، يعاونه أمناء مساعدون وعدد من الموظفين، وتعقد مؤتمرات القمة سنويا في الأسبوع الأخير من مارس كل عام، ويمكن الدعوة لعقد مؤتمرات طارئة حسب المستجدات على الساحة. تاني حاجة عندنا الأمم المتحدة، هي منظمة عالمية بتضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة ومقرها نيويورك، وانشأت أواخر عام 1945 بعد اجتماع ممثلي 51 دولة منها مصر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. تم توقيع الميثاق في 26 يوليو عام 1945، وظهرت إلى حيز الوجود في 24 أكتوبر عام 1945. إيه هي أهداف الأمم المتحدة؟ المحافظة على السلام والأمن الدوليين، تنمية العلاقات الودية بين الدول، التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته دون تفرقة بجنس أو دين. تعالوا بنا نتعرف على الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. هنتكلم دلوقتي عن كل حاجة في الأجهزة الرئيسية دي عشان يبقى احنا ما فوتناش نقطة احنا مش فاهمينها. أول نقطة عندنا الجمعية العامة، وهي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكل دولة صوت، بتهتم بمناقشة المشكلات الدولية بالتعاون الدولي اعتمادا
لميزانية الأمم المتحدة. قبول أعضاء جدد وتعيين الأمين العام وأعضاء الأجهزة الأخرى. أما بالنسبة لمجلس الأمن فهو أهم الأجهزة للأمم المتحدة، لأنه المسؤول عن حفظ السلام والأمن وقوانين سلطة الحكومة وقانونية سلطته على حكومات الدول الأعضاء، ولذلك فإن قراراته ملزمة. عدد أعضاء مجلس الأمن 15 عضو، منهم 5 دائمون ولهم حق الفيتو، وهم روسيا والولايات المتحدة وإنجلترا والصين وفرنسا. أما الـ10 غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، مقرها لاهاي بهولندا. تتكون من 15 قاضي تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة 9 سنوات، وينتخب ثلثهم كل 3 سنوات. هي كمان بتنظر في القضايا التي تضعها الدول أمامها، وتقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية، من بين القضايا التي عرضت عليها قضية طابة المصرية. أما مجلس الوصاية فأنشأ لرعاية مصالح شعوب البلدان التي كانت مستعمرات، والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال. أما الأمانة العامة فيرأسها الأمين العام، ويتم تعيينه عن طريق الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن لمدة 5 سنوات. شاركت مصر في الأنشطة المختلفة للأمم المتحدة، وشاركت بجنودها في قوات حفظ السلام الدولي. شغل الدكتور بطرس غالي منصب الأمين العام في الفترة من يناير 1992 حتى 31 ديسمبر 1996. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتكون من 54 دولة تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، ويكون مسؤولا عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، ويتبعه عدد من المنظمات، وهي منظمة اليونسكو للتربية والعلوم. ايه هي منظمة اليونسكو؟ هي منظمة تأسست في عام 1945، هدفها المساهمة في إحلال السلام عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التعليم المختلفة. من أمثلة التعاون بينها وبين مصر إنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق، وإحياء مكتبة الإسكندرية، ودراسة إنشاء متحف بالإسكندرية لإحياء التراث الثقافي المغمور تحت الماء. تاني منظمة عندنا منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة متخصصة في المجال الصحي، أنشئت في 7 أبريل عام 1948. مقرها كان في جنيف بسويسرا، وهدفها توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب، وحماية مياه الشرب من التلوث، وتطوير الخدمات الصحية. أما منظمة الأغذية والزراعة فهي منظمة الفاو، ومقرها في روما بإيطاليا، وتضم 190 دولة متخصصة في المجال الزراعي للقضاء على الجوع وتحسين الإنتاج الزراعي. أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف هي الوحيدة المتخصصة في مجال الطفولة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال، شعارها التعليم للجميع، كانت في عام 1959 الإعلان لحقوق الطفل، واهتمت بقضايا التغذية والتعليم والصحة. في مفاهيم هامة وردت معانا في الدرس النهاردة، وهي حق الفيتو، قلنا وحق الاعتراض اللي بتتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية. منظمة اليونسكو منظمة هدفها الرئيسي المشاركة في إحلال السلام والتعاون بين الدول العالم في جميع المجالات. منظمة الفاو منظمة متخصصة في المجال الزراعي للقضاء على الجوع. هنتكلم عن الاتحاد الأفريقي. شاركت مصر في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، واستضافت أول قمة أفريقية عام 1964. فتعمل مصر على تحقيق الأمن والاستقرار الأفريقي من خلال مبدأ الأمن الجماعي للقارة، باعتباره عمقا استراتيجيا لمصر. رأس مبارك الاتحاد الأفريقي مرتين، وأسهم في إقرار الأمن والسلام وتحقيق الديمقراطية في الجنوب الأفريقي. حركة عدم الانحياز، والمقصود بها هي عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية. كانت البداية في مؤتمر باندونج عام 1955 بالاشتراك مع الهند وإندونيسيا ويوغوسلافيا
ويوغوسلافيا في تأسيس حركة عدم الانحياز. أصبحت الحركة كيانا ضخما يضم حوالي 118 دولة بعد ما كانت 25 دولة في البداية. منظمة المؤتمر الإسلامي، فمصر من أوائل الدول التي ساهمت في فكرة إنشائها، وتنطلق رؤية مصر لتطوير العمل الإسلامي من خلال تفعيل الأهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي. وشاركت مصر في كل المؤتمرات الإسلامية، وأهمها المؤتمر الذي عقد في سبتمبر عام 1969 بمدينة الرباط بالمغرب، عند حريق المسجد الأقصى في أغسطس عام 1969، وحضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الإعلان بتمسك المسلمين بعروبة القدس. في يناير عام 1987 عقد مؤتمر القمة الإسلامي في الكويت، وحضره رؤساء الدول الإسلامية من بينهما مبارك. كده نكون انتهينا من درس النهاردة، وتعرفنا على فكرة إنشاء جامعة الدول العربية، وعرفنا دور مصر في إنشاء جامعة الدول، والهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية، والهيكل التنظيمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة والمنظمات الفرعية للأمم المتحدة الأمريكية، ودور مصر وأهدافها في إنشاء حركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودور مصر وعلاقتها بالمنظمات المعينة بالشأن الأفريقي. بكده نكون انتهينا طلابي الأعزاء من درس النهاردة بكل سهولة وبكل بساطة. معنا فهم نتعلم ببساطة.